كما يعرف الجميع وقع الحريق تقريبا هذه واحد الفتره ديال الشهر وما يزيد، وبعض الناس ضروا تقريبا واحد 20 محل تقريبا اللي ضرات بصفه نهائيه ضرات، يعني ما لقاو ما يهزوا وكذا. وهذا الشيء راه كان في سوق القرعة وقع حتى في بعض عبر السنين، وبعد ما ضروا هاد الناس كان عندنا يعني بعد اسبوع اجتماع موسع مع السلطات المحلية تتمثل في رئيس الدائرة الحضارية الخامسة ورئيس المقاطعة ديال الفيدا ورئيس الملحقة الإدارية 21 والأمن كرئيس المنطقة رئيس الأمن ديال المنطقة والوقاية المدنية تتشكل في العقيد ديالهم ومجموعة ديال الإخوان التجار والأمناء والهيئات اللي متواجدة داخل السوق النقابية والجمعوية والغرف المهنية. وكان هذا اللقاء وخرجت منه بعض الاقتراحات من ضمن واحد 5 الاقتراحات ولا 6 يعني اسبوع من بعد الحريق، وكانت لينا مطالب يعني على لسان ديال الناس المتضررين والعاتق ديالنا. حنا كانت عندنا بعض المطالب اللي هي توسيع الازقه، توجيد الممرات داخل السوق تكون في هذيك لي غورج ديال الوقايه المدنيه على قبل الماء. هنا كما تنقول خص الانسان يتحرر من المصداقيه والخبر، الا بغى يتكلم يتكلم مع الناس المعنيين بالامر، حيت انا بعدا راه عندي واحد المؤاخذه على واحد المجموعه ديال القنوات. يعني اول قناه اللي شناها دابا هي هذه انفاس، مجموعه ديال القنوات نهار الحريق فوت 30 قناه زيادة على الأولى والثانية وأكثر من 30 جريدة إلكترونية اللي حضرت. هذا دازت يومين الحريق من بعد الحريق حتى واحد ما بقيناش لنا، حتى واحد ما واكب العملية فين وصلات فين غادا واش وقع وكذا. يعني تقريبا دابا هذه شهر ونص الله أنتم الأولين اللي بنتوا في هذه الساحة. بعد واحد واحد الاستجواب درتو الصباح مع إذاعة الدار البيضاء، يعني الانسان يتحرى المصداقيه والخبر من عند اهل الاختصاص. المطالب اللي كانت اساسيه هو كنا وجهنا مطلب المجلس المدينه الدار البيضاء والجهه ومقاطعه الفيدا، كما قلت لك قبل ما نجاوبك على السؤال السابق، قلنا لهم تعبئه الطرق اللي غورج داخل السوق ديال الماء اللي يكون فيهم لا قدر الله وقعت شي حاله يتغلبوا عليها في اسرع وقت ممكن. وثالثا هو التعويض، حنا ما بغيناش تعويض مالي، بغينا الجهه مجلس الجهه او المقاطعه ديال الفيدا او جامعه الدار البيضاء تعوض لهاد الناس ولو كان ها بعض المواد الاوليه باش يبداو بحال الياجور بحال البصلانه بحال الحديد. تعرف الانسان بعض الناس تما واحد 3 الناس ولا 4 ضاعوا في اموال لا تقدر، يعني وبقاو الله وكانت عندهم ظروف خاصه وهاد الناس بقاو بوحدهم. دابا الناس بناو مالهم الخاص، يعني ما غاداش تقرا الخسائر المعنويه اكثر من الماديه. الناس راه ضاعوا كما قلت لك في اموال ديالهم، ضاعوا في اموال ديالهم، ولكن قدر الله ما شاء. حيت ولو كان كاع الانسان غادي يعطي واحد المبلغ ولا شي حاجه ما كاينش شي تعويض، تيشكي امر الله سبحانه وتعالى وتيطلب الله سبحانه وتعالى. هو لا جهه لا المجلس المقاطعه معوضوا الناس بوالو حتى حاجه. يعني بغينا دابا الاناره العموميه داخل السوق والمطالب ديالنا، لي غورج ديال الماء، تعبيد الازقه والطرق، هاد الناس المتضررين هما الاولين يبداو بهم على غرار باقي الازقه الاخرى اللي تصوبت وكذا، حتى هما باش يخرجوا على الاقل اخف الضرر وباش يعطي ديك الرونقيه والجماليه للسوق. وحنا غاديين في واحد يعني في واحد المطلب ديالنا هذا للجهات المخصصه في هذا الشان. يعني كان عندنا اجتماع سابق كما قلت لك مع الجهات المخصصه، وغادي نحاولوا كان ان شاء الله قطعنا هذه الاصوات يكون اجتماع اخر. الرساله ديالي هو ديال الناس ديال الناس المتضررين باش يعاودوا يكابروا ويوركوا عن النفس وراهم سرعوا وزيدوا يسرعوا باش يعمروا المحلات ديالهم وبداوا ترزقوا الله. تنعرفوا حنا مقبلين عند راس السنه وهادشي دابا ضاعوا هاد الناس، على الاقل على الاقل الجي الضرائب تشوف بعين الناس هاد الناس اللي تحرقوا تخرج لهم سنه بيضاء. ما كانش تعويض من هاد الجهات المخصصه ديال المجالس يكون من اداره الضرائب باش هاد الناس اللي تحرقوا ولا اللي تخرج لهم سنه بيضاء. حين يعني مشى لي راس المال، انا تنعرف صديق منهم تحرق وكان عندي هنا وعيط عليه السيد عنده كوموند ديال السلعه ديالو من اوروبا، وقال لي انا ما تنعرفش انا بغيت السلعه ديالي بغيت نجي في راس العاب نلقاها موجوده. وكيف يعقل؟ يعني هو ما غاديش ينكر غادي يصوب ليه، ولكن السيد الله يبدا من زيرو، غادي يبدا من جديد. ونطلبوا من الجهات المخصصه باش هي تشوف بعين الاعتبار كما قلت لك جميع الجهات. وحنا ما عندناش مؤاخذه على شي حد ولا غادي نقولوا على الموقعيه ولا على هذه، ما عندناش مؤاخذه على شي حد.
وفي الاخير تنشكروا هذه القناه بعدا اللي جات تفكرت هاد الناس وشافتهم في هاد الظرف بالذات، في هاد الجو بارد والوقت كاين ركود اقتصادي تنعرفوا حنا اخر السنه الناس يكون عندهم الحساب ديال المحلات التجاريه والشركات اللي تيسال شي واحد شي حاجه تيبغي المتاخرات ديالو باش يقادوا لي بيلون ديالهم، يعني باش هاد الناس وهما تحرقوا يعني ما كاينش شي حاجه شي تعويض. وجميع الناس اللي ساهمت يعني حنا هو كان عندنا واحد الهدف اللي حنا وصلنا ليه الحمد لله، هو هاد الناس تحرقوا نهار الجمعه يعني السبت لحد ثلاث ايام بداو تيبنيو، يعني بداو تيبنيو المحلات ديالهم وكذا، وما كانش شي عراقيل بكا غرار بعض المناطق اخرى ولا الاسواق اخرى ولا هذه، يعني كانت ثلاث ايام ربع ايام الناس بداو تيبنيو في انسجام مع السلطات المحليه ومع السلطه ومع الاداره المركزيه ديال العماله ديال الفيدا، يعني اللي لبات لهم المطالب ديالهم في اسرع وقت ممكن.